خويا انا كنت تختار من المحل، كل الجيران هنا في المحل هي عافيه سهله. جيت لقيت عافيه سهله، ثلاث مرات من هنا لقيت سهله وسالنا ديال الناس. اشنو هنا اشنو كديروا هنا بالضبط؟ تريسيان خرب السيارات. انت تريسيان ديال الطوموبيلات؟ وفي اللحظه فاش عاد العافيه فين كنتي؟ كنت انا خارج ما جيتش الصباح. واخا عطينا ود الناس حدايا هنا جيراني شحال العافيه في كيس ما كذا في كيس. هو 100 مليون ما شحال في العمر هنا مول كوليسترول عند التوسعه ديالي ولي تا هو كاع مشى لي من الزين الناس كيس. شفت انا شي جمعين ديال الكيس راه تجي مارور راه تما طوش اللي هو اللي الباتريات ديال الناس كاع مشى ليش. وكانت واحد الطومبيل ثاني حيدوها الناس كانت شايفها العافيه. بالنسبه للخسائر البشريه بشريه ما فيهاش ما وقعتش واش مشكل. شحال تقريبا مشات لك الدفع؟ مشات لي شي 800 ولا 300 هي قليله. حتى كتشكر كاين كيس ديال 1500 كيس عيانه ديال 1000 درهم هاد الباتري هاد الشيء. شنو الرساله ديالكم؟ الرساله نقولوا من السلطه تفوا معنا تعويض هذا الاهتمام. انا كترزقكم عندنا ولا نوصل غدا ورزق الوكيل العائشي هو هذاك هو ملي كت ما عندكش بلاصه عندنا ولد صغير وانت انا وليدات ديالي. شحال تقريبا انتم في هذه المهنه هذه؟ شي 63 سنه. 63 سنه انتم في هذه المهنه؟ ما شاء الله. حتى الناس فيها اصدقاء التصنيعي تا هما عندهم وليدهم عندهم ولاد هادشي اللي عندهم. لا كيترزق الله. شكرا. شكرا. مع الصباح وخدامين عادي. اسم كريم عافاك. اسم ديالك؟ عبد الفتاح. دروكري ديال الصباغات الطوموبيلات. من بعد لقينا بان العافيه شعلت في واحد الكراج اللي خاوي. وبقينا تنطفيو فيها ما بقينا مع والو وفي الاخر ولا فصلات سعود الكراج. وتقريبا شنو هما الاسباب؟ ما عرفتش شنو هما الاسباب؟ الاسباب ما عرفناهمش بالضبط، انما تنقولوا حنا بان شعلت شي كوب سيركوي ديال الطوم. شحال محل عندك اخويا انا؟ عندي محل واحد ولكن حنا تسعود الناس ولا هما تسعود الناس اللي شعلتهم العافيه. وشنو تقريبا شنو شحال تقريبا ديال الخسائر عندك المخلفات؟ الخسائر غادي تكون واحد 150000 660 درهم بالنسبة لي أنا. أنت بوحديتك؟ أه ما ديالنا الله غادي يخلف فاسك. هذا هو المضمون صافي. هما راه خلاف الله حيت حنا ما دايرين لا سورانس لا تعويض لا والو. بمعنى راه ما تنتسناوش بأن شي واحد غادي يجي يقول لك هاك. واخا شكرا. اليوم غير ضوا انا دابا حاليا في المحل ديال في ابواب مراكش ديال الصناعيين وهادشي اللي طلع عندك خويا. كنا خدامين مع الصباح جينا مع الصباح عندنا المحل ويستقر الامور يعني الانسان كاع الناس اللي حدانا هنا الجيران كاع كلشي خدام على خير. مشيت عند العطا الديره ما عرفناش منين دار. ما عرفتوش السبب سبب فين جات؟ ما عرفنا السبب ديالها. جات السبب جات من اللور معناها ولكن السبب الاساسي السبب الضروري منه ما عرفناش. ما عرفناش اش من لقيتها بالضبط؟ 11 نهار تقريبا ما بين 11 11 11 11. واخا هذا المشكل شنو هما الخسائر اللي الخسائر؟ تحرقنا البياس، تحرقنا البياس ديال عباد الله، التوزان، البوفلور، القراعي، كاع المسائل ديال الماتريال ديال المحل كاع كله تحرق. شحال تقريبا ديال الخسائر كان عندك؟ تقريبا تكون شي 15000 درهم حتى 20000 درهم اللي مشات. الكيس ديال عباد الله حتى هو تحرق لنا. الناس دابا الكليان ماشي ما غاديش يعرف لك هذه القضيه. اللحظه فاش وقع الحريق فين كنتي؟ كنت في البارك هنا في البارك باش نشوف واحد السياره. ولكن كاين السيد اللي معايا شريكي كان هنا في ولكن من ما طلع في هذاك الشيء هو اللي حول الطوموبيلات عنده وجهه. ولكن الكيس الاخر الماتريال باش نخدمو ما لقاش ليه الوقت. عرفتي هادشي جات سميتو جات العافيه مجهده ولا برد سميتو. خسائر بشريه ما كايناش. الخسائر البشريه ما كايناش. ما تحرق حتى حد ما. لا ما تحرق حتى شي واحد. وهاد السيد هادي مكازا هادي اللي حدانا ديال البياس هادي حتى هي هادي مكازا ديال البياس اللي حدانا حتى مولاها الاول اللي مضروب بزاف كاع حتى هو بزاف مكازا وواحد خمسة المحلات حتى هما ديال هنايا حتى هما كاع كلهم تحرقوا هادشي كاع كلشي مشى. نطلبوا من صاحبي نقول لك من الحكومه المسؤولين يتعاونوا معنا. واخا شكرا.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.